أخي أول الحاج بالي يا جال الفخر والعز شارع اليمين بوردي والبيوت بوردي يا مدلهت الغريب ويا متيهت الحوار سعد عين أم الحوار
انشغل واعرض عنا واخذ مع سجة قوية انشغل واعرض عنا واخذ مع سجة قوية سعد بن محمد واذنابكم على واجبكم القابله الشيخ الله يحفظه سابقنا بالعلوم كلها لكن ضيوفه ضيوفنا وين يطالبكم على كلمة تم وجه الكلام للضيف علي بن خادم الذعلي كتابه القابله طالبين ابو خالد تبارك على الربع اللي الربع قبلك فيه تكلمنا معهم وحنا رجيل انا علمك احنا رجيل احنا اللي قلنا احنا رجيل عاجلين هذا اولا وثانيا الشيخ يكفي طول عمرك الله يطول عمرك الله يطول عمرك وافي وافي عزيمتك وصلت طول عمرك ترى يا ابو خالد الكرامة البسيطة في المقام الكبير وفي في كل علم تشوفونه في ذا التصاوير في الإعلام في المواجيب والله العظيم مو علشان يصلهم ذا الكلام ولا علشان يصور والله العظيم انهم كافين نبوي قبلي وكفوني يوم جيت انا مالي الا سنة اول هالحفل اللي شفتوه وسمعتوه والله العظيم انهم جامعينهم حاجة 300 ألف من مخابي ما جينا الا بشوتنا وجعني ما عدم هم الربعة مثل ربعي ما عليه يخلق يا ربي طول عمرك يقول يا الله يلي نجتهد له بالأعمال خيفة وطمعة وابتهال ورجاوي يا منزل التوبة وغافر ولا انفال يا رب عرش فوق سبع متساوي يغسلني بتوبة قبل قصف الأجال وصخر قوي مقدره وانت قاوي عامين باب الشعر مضروب بقفال له وهاجسه دايم على الصدر ضاوي بين الغدو وحمرة أشفاق الأصال يقبل وأنا عايف وجنحية خلاوي يصد لو دمعه مثل دمع الأطفال وأنا أقدر أوصف ما يداوي الهواوي أنا طبيب جروح ماني بعتال دكتور في تحريك قلب الشقاوي وذا الليل كيف أصد يا طيب الفال الليلة هالليلة أمنات الشفاوي يحول على صدر للإبداع من زال سوق شردك وانسى جميع الدعاوي لجال خيل الشعر فزه ومتقال لجال خيل الشعر فزه ومتقال تصهل حروف عجزت كل راوي إلا على اللي لا نواله تمثال كفة على الصفرة العنيدة رهاوي أصوغها كانها من الفضة ريال ولا مثل نقشا على طهر كساوي واسكب حلاوة صوغها وسط فنجال واسقي وسكر كل ناقد وهاوي رجل بدون ربوع ما حاله بحال عود من صدوف المقادير ذاوي تنحت جبل صبره عواصيف الأهوال ويلحى لحم عزمه من الوقت طاوي وانا اشهد اللي عود وربوع انا وخال ماني من العرق القوية بسناوي يمين ربعي ما عليك مزود يمين ربعي يمين راسي جبال ويساره جبال متراكم ما بين جاوي وجاوي وربعي لي اجي تفتخر مضرب امثاله للفعول ما عليكم زود وربعي لي اجي ربعي لي اجي افتخر مضرب امثاله للفعول اللي تقص الحكاوي الى كلد شمس سدها روار في اظلال وجانا يصيح لي دهتها البلاوي تكفون تكفون يا المبارك احوالي احوال وانا عليكم من زمانيه
جلاوي ناقف له اجمال انه نبرك له اجمال ما ننتظر في طيب وقفه ما ننتظر في طيب وقفها فتاوي يطغل هدير اللي مثل رجف زلزال ولا رعد نوم في الاطراف داوي ونقبل مثل سيل تكبر على الجالي لين نخلف كل راي وهقاوي مجنن الفزعه مطانيخ الافعال صقها لا دوزهم ولا عزاوي عشاقة الناموس دربينا الاقوال كانهم يسقونه بسبع على داوي مدل هنا الجار سمحين الاقبال عوجان دون اللي وبرهم تزاوي عقال لا ضاعوا من الناس عقال وسفها لا رزت بيارق حماوي في لا تقدمنا من الطيب خيالنا نجي له دروع وبشت الحساوي الى تقدمنا من الطيب خيال نجي له دروع وبشت الحساوي ننقل العينه كل كايد ونختال وهو لنا من وطية القاع ياوي نعنزه لصارت حموله ثقال ونجمله لما ترى خدنا ويا هالمخاطيف مثل لامع سلال كانها على رقاب المطايا عراوي كم شيخ قوم دونها في الوطامال خلوه ربع عقب كثرة الدهاوي من روس مسرد من راس مسرد موجعت كل عيال عوجن على دوس المحاذير ناوي نبدل نهاره ليل وضحكه بالولا نبدل نهاره ليل وضحكه بالوال ونعلمه وشلون ورد المناوي ونعلقه ويصير في رويه أطوال يبكي على من راس مسرد من صلب مسرد موجعت كل عيال عودنا من صلب مسرد موجعت كل عيال غوجن على دوس المحاذير ناوي نبدل نهاره ليل وضحكه بالوال ونعلمه وشلون ورد المناوي ونعلقه ويصير في رويه أطوال يبكي عليها كل تايه وغاوي مهما تفرقنا المصالح والأشغال إذياب يجمعنا صدى صوت عاوي إلى قنب جيناه نهرف بزرفالي شوفنا ما شاف عذر وشكاوي سوى منهج سلفنا ولا زال بالشلف شقة وجرتها ويقناوي سوى علم العوارف الجهال كنه لنا مما رواه الطحاوي واخر دروس المجد في كتاب الأبطال قصر بنينا لا يصير امتهاوي مهما ذكرت خصال وخصال وخصالي والله أني في المديح امتشاوي طوال قبل المدح ومن بعده طوال وأنا مقصر لو جذوبي نحاوي لكن بقول اللي يخلد للأجيال قول مثل نجم تعلوى سماوي ونشهد اللي يعود وربوع وخاو ومن دونهم لجل الزوم يفداوي بسلام كم والله يحييكم على عشاكم مرحبا ومسهلا يا أبو خالد أنتم مجمعك من معيتك مرحبا ومسهلا والله يحيي من أنا حضره الله يحيي اللي هذا واللي جاله فقلتوا مرحبا ومسهلا Shout out.